أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ما مجموعه 19 تقريرا عن المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والتي أحيلت للجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. حول هذا الموضوع قال سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إن من أهم المواضيع التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم كان التصرف في جزء من أموال حساب احتياط الأجيال القادمة. اللجنة المالية قامت بجهود كبيرة خلال هذا الدور من خلال أكثر من 35 اجتماع، إذا أخذنا بعين الاعتبار الاجتماعات اللي شاركت فيها اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، واللي يعتبر من أهم المواضيع المحالة للسلطة التشريعية خلال دور الانعقاد. وكما ذكرت أن تقارير اللجنة بلغت 19 تقرير أصلي تم رفعه لمكتب مجلس الشورى، والتي شملت 5 مراسيم بقوانين و6 مشروعات قوانين و8 حسابات ختامية، فيما قامت اللجنة المالية الاقتصادية بمجلس الشورى بتقديم الآراء المالية والاقتصادية للجان الأخرى عن 9 مواضيع تراوحت بين مشاريع قوانين واقتراحات بقوانين. ومن أهم المواضيع التي بحثتها اللجنة في هذا الدور والتي حيلت للمجلس كمراسيم بقوانين كان التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والذي يعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتطبيق الحزمة الاقتصادية، وذلك للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وفضلا عن المرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.